ما كنقلبش لي كومنتس بزاف، دونك اللي تحت فيه عينيا كنقرا. الكريبتو، الكريبتو راه كلا دق، ولكن انا شريت عاوتاني انا الحمد لله. كان بيع يمكن مع الداعيه مع الوالده شي دعوه بجهده، بعتو انا عاوتاني السيمانه اللي فات، كانت طلع عندي داك الشيء مزيان، ولا نقول اجي هاد الزمره دار غادي يهبط. هبط فعلا. شريت، الغلط اللي درت كنت الدعوه ديال الوالده كانت غتكون نمبر وان، كنت صبرت حتى اليوم وشريت. صراحة شريت شي نص شريته البارح، وبقيت قاعد البارح كنت غنشري كلشي، وانا نقول لا لا بلاتي غنشري غير النص، وخليت داكشي الاخر خليت النص. انا نقول لكم كيفاش كندير عاوتاني في الكريبتو. ما كان ملي كنشري مثلا، مثلا مشيت شريت بيتكوين، طلع البيتكوين ل 60000، ما كنبيعوش بالدولار يو اس، كنصرفوا لواحد العمله ديال الكريبتونيت، كندير ليه غير كونفيرتير، كنكونفيرتيه للداي ولا اليو اس دي، وكنخليه تما نيت. حيت الا حولته للدولار كندي خصني نتيريه، الا تيريته مصيبه كحله باش تشريه عاوتاني. دونك انا كنشريه كيبان ليا كيطلع لواحد الدرجه مثلا 20-25% ديال الربح، كنطلقو كنحولو، وكيبقى هذا كيبقى ستابل، كيبقى متبع غير الدولار ديال الميريكان، حتى كيبان ليا هبط عاوتاني وكنشريه. داكشي هذا هو بحال هكا درت الانفستيسمون ديالي. راه ما كاين، انا ما انفستيش بزاف في الكريبتو، باش تفهموا الانفستيسمون ديالي في الكريبتو كامل يلاه شي 6000 دولار اللي حطيت. هذيك 6000 دولار دايره ليا دابا 14000 دولار، فهمتيني. لي زانفستيسمون ديالي الكبار بزاف، نقول شي 90% يمكن ديالي في ليموبيلي، فداك كنت خديت واحد ليموبل العام اللي فات، وخديت واحد الدار. واحد الانفستيسمون الثاني في ستوكس، في اسهم ديال الشركات. اقل حاجه عندي هي الكريبتو. علاش؟ حيت ملي كنتلاقى مع شي واحد صاحبي هنايا ولا شي واحد كنعرفو ولا كيسولني كيقول لي بغيت نشري، كنقول ليه شري داكشي اللي ما بغيتيهش. الا غادي تحط دابا الفلوس في الكريبتو ولا في الاسهم ولا في الدار ولا شي لعبه اللي غادي تحتاج من هنا 6 شهور ولا هنا عام ولا هنا عامين، راه دوك راه ماشي فلوسك. علاش؟ حيت غادي تشري مثلا البيتكوين مثلا دابا ب 50000، من هنا عام غادي يهبط ل 30، ياك. هذوك فلوس خاصينك، يعني خاصك تصرفهم. هذيك الساعه راه مشى لك هذاك 30% ديال الراس مال ديالك مشى. غادي تضرب واحد 6 شهور عام غيطلع ل 60، يعني كون صبرتي نتايا كون طلع ل 60. راه واحد القاعده كاينه، حتى شي نهار نقول لحال لكم في السطوريه، شكون اللي كيربح في الاستثمار؟ هو اللي هو اللي كيحط زعما كيصبر هذوك الفلوس حطهم. كاين واحد البورسونتاج قال لك زعما ديال اللي كيربحوا في الصفقات، كل ما كتزيد الوقيته ديال انك كتخلي داك الشيء وكتخليه ولا غير كتبقى كتزيد ليه، كل ما زاد الربح ديالك. نورمالمون اللي مجهدين، ولكن حنا ما عندناش هذيك الثقافه حيت ما عندناش هذوك الفلوس، نورمالمون راه كينفيستيو ولا 10 ولا 20 عام. ولكن او موا ما تشريوش بالفلوس كما قلت هذاك النهار، ماشي ما تشريش فلوس مسلفهم من عند داركم ولا هذاك الشيء اللي عندك هزيتيه حطيتيه تما وبقى تدور في عيني. اوكي، عندي 20 في الحساب ترانسفرويز، وصيفطوا لي البطاقه.